So, hi guys, جينا لكم اليوم في واحد التوتوريال جديد اللي غادي نشرح لكم فيها واحد الجوب اللي عندنا في سيرفر بيوس. مهم هذا الجوب كتعتمد على انك كتخدم في الزبل اول زباله. مهم غتبعوا معنا لي زونفو اللي غتخدموا وغادي تعجبكم ان شاء الله الفاكشن. مهم كملوا معنا. الوغ اول حاجه جايز كتجيو هذا الماركر، هذا هو هذا الماركر الغوزي. الوغ كتكتبوا في الافوي ديالكم اول شات سلاش بيك، ها هي سلاش بيك بحال هكا، يهز من الكامل الزبل وكتمشي. يعني كيكون طالع لك واحد الماركر اخر راه هو، ولا كيكون طالع لك الماركر اللي هيها ولا هنا، يعني كيكون ثلاثه لي ماركر. الوغ كتجي هذا الماركر هذا كتحط فيه الزبل اللي هزيتي معاك وفوالا وكتخلص عليه الفلوس. الوغ الا بغيتي تبقى تكمل في هاد الجوب هادي كتعاود ترجع نفس الماركر، تعاود دير سلاش بيك حلقة وكتهز الزبل، شتي عاوتاني تبدلت البلاصة ديال الماركر. وعاوتاني كاين واحد التقنية ديال انك كدير كتبين دي هاد سلاش بيك باش تسهل عليك العملية وصافي. المهم الفلوس اللي كتخلص يعني فلوس ما بيهمش بحالك خدام في الزيت، هو خدام في بلاصة قانونية. دو جايز هذا هو التوتوريال ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم يكون خفيف على قلوبكم، ما تنساوش تدخلوا السيرفر. بيس عليكم.